بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال: باب لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها، فإن لم يأذن لم يجز الخروج. حديثنا اليوم حول مسألة إذن الزوج للمرأة إذا خرجت، إذن الزوج للمرأة إذا خرجت. فمجمل الكلام فيما سيأتي عليه التفصيل أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن، وليس المقصود الزوج فحسب، إن كان الحديث ورد بالكلام عن الزوج لأن هذا هو الغالب، لكن لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن زوج أو أب أو أخ، المهم إذن الولي، لا تخرج إلا بإذن الولي. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. قال: فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني. قال أي ابن عمر: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. هذا الحديث الذي رواه ابن عمر يحكي فيه: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد. ويقصد صلاة الصبح خصوصا لما في الصلاتين من قلة، صلاة الصبح والعشاء من قلة حركة الناس، من قلة حركة الناس، وهذا طبعا في الزمن القديم، وإلا العشاء عندنا الآن لسه أول الإيش، أول اليوم عند كثير من الناس. قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فكان في هذا الوقت، هذه الأوقات، يقل أو تقل حركة الناس في الطرق، وهذا مما يخيف وربما يجعل الأمر فيه شيء من الخوف على من يخرج. فقيل لها: لما تخرجين وتعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ هذه المرأة هي الصحابية الجليلة زوجة الشهداء رضي الله عنها، عتكة بنت زيد، عتكة بنت زيد ابن عمرو بن نفيل، يعني صاحبة مناقب عظيمة جدا، زيد بن عمرو بن نفيل الصحابي الجليل أيضا، زيد بن عمرو. كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ ذكرنا قبل ذلك أن عاتكة رضي الله عنها لما مات عنها زوجها في يوم أحد تزوجها عمر رضي الله عنه، واشترطت عليه شرطين لما تقدم للزواج منها، اشترطت عليه شرطين: ألا يضربها وألا يمنعها من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر يكره ذلك لشدة غيرته، لكنه ما كان يقدر على منعها لأنه كان وقافا عند كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وقد سمع رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فلذلك كان رضي الله عنه مع شدة غيرته وكرهه لخروج امرأته إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة لا يمنعها، لا يمنعها. طيب، ما هو الشاهد هنا لهذا الكلام الذي نحن بصدده، وهو إذن أو خروج المرأة بلا إذن؟ الشاهد هنا أنها قالت رضي الله عنها لما قيل لها: لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني، وما يمنعه أن ينهاني. دل ذلك على أن الزوج له أن يمنع المرأة من الخروج، أن يمنع المرأة من الخروج. وسيأتي في الكلام ما يدل كذلك على اشتراط إذن الزوج وإذن الولي عموما عند خروج المرأة من بيتها. فكما تقرر قبل ذلك أن الشريعة الإسلامية راعت مصالح الناس على جميع المستويات، على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة، وسواء كان هذا في حق الرجال أو في حق النساء، فهي مع أمرها المرأة بالقرار في بيتها مصلحة لها ومصلحة للجماعة، كما سبق أن قرار المرأة في البيت فيه خير للمرأة وفيه خير للمجتمع المسلم. كذلك أذنت لها في الخروج بضوابط وعند حاجات وحالات، سبق في المرة السابقة تكلمنا حول بعضها أنه يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها في بعض الأحوال لحاجاتها، أي نعم، إلا أنها جعلت لذلك ضوابط، أي الشرع جعل لذلك ضوابط. من هذه الضوابط، من هذه الضوابط الإذن، من هذه الضوابط الإذن، أي لا بد أن تخرج المرأة بإذن، ولا يجوز لها أن تخرج بغير إذن. نعم. والخروج المحتاج إليه إذا خرجت المرأة بهذه الضوابط ومن أعظمها الإذن، كفت المجتمع الشر وكفت نفسها كذلك الشر. وأول وأعظم ذلك إذن الزوج إذا كانت المرأة لها زوج، إذا كانت المرأة لها زوج، فإذن الزوج يشترط عند خروجها من بيتها. كذلك إذن الأب وإذن الأخ لو كان هو وليها، وهذا ظاهر في حديث عمر رضي الله عنه. وإذا كانت الزوجة تعلم كراهية الزوج لخروجها لأمر ما، لا تلح على الزوج في هذا الأمر، وإلا فقد تقول قائلة: إن عمر كان يكره خروج زوجته وهي تعلم ذلك، وهي تعلم ذلك، يعني عاتكة تعلم أن عمر يكره خروجها ومع ذلك كانت تخرج. لكن هنا ينبغي أن نضع الأمور في وضعها المناسب. نعم، عمر كان يكره خروجها للمسجد وهي تعلم وكانت تخرج، هذا ليس من سوء العشرة من عاتكة رضي الله عنها، وإلا فالمرأة ينبغي عليها أن إذا علمت أن زوجها يكره خروجها إلى أي مكان ولو كان مكانا فيه خير، فينبغي عليها أن لا تخرج من باب حسن العشرة. أما عاتكة رضي الله عنها فمما يعذرها في ذلك أنها اشترطت على عمر رضي الله عنه، اشترطت عليه أنها تريد أن تخرج إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تصلي فيه. وسبحان الله، يعني لو قدرنا المسافة التي بين بيت عمر وبين المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن المكان الذي تذهب إليه عتكة، وقارنا بين ما يرتكبه وترتكبه كثير من الأخوات،
لوجدنا البون شاسعا. أولا هذه تخرج إلى مسجد النبي الذي فيه الصلاة بألف صلاة، هذه تخرج بينها أي بين بيتها وبيت ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يتجاوز خمس دقائق، لو قدرنا يعني بتعبير كده لا يتجاوز خمس دقائق. أي بيت في المدينة تحديدا، أي بيت في المدينة إذا أراد صاحبه أن يذهب إلى المسجد النبوي، أنا أقصد المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز ذهابه إلى المسجد أعتقد خمس دقائق. لماذا؟ كانت المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدينة كلها بالمسجد بالبيوت مساحتها هي المسجد النبوي حاليا، المسجد النبوي الحالي هو ده المدينة المنورة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالبيوت بالمسجد. تخيل انت لو انت هتخش من باب المسجد النبوي حاليا وتخرج من الباب المقابل تاخد قد ايه؟ خمس دقائق مثلا عشان تمشي في المسجد النبوي كله وتنتهي منه، خمس دقائق عشر دقائق اقصى حاجة. فكيف باللاتي يخرجنا في هذا الزمان ويركبنا المواصلات ويذهبنا إلى أماكن بعيدة والاختلاط بالرجال ونحو ذلك، وخصوصا الجامعات ونحو ذلك فيما ليس له ضرورة كما ذكرنا، فهذا كل مما يعرض المرأة للامتهان، ويزداد بذلك أيضا الأمر سوءا في حق علاقتها بزوجها. فزوجة عمر رضي الله عنه كانت اشترطت عليه ذلك فضلا عما ذكرناه. والمراد بيان أن استئذان المرأة زوجها عند الخروج من البيت مطلوب حتى لو كان ذلك من أجل الصلاة، حتى لو كان ذلك من أجل الصلاة، فإن عاتكة لم تكن تخرج رغما عن عمر، وأن عمر رضي الله تعالى عنه لم يكن ينهاها عن ذلك. ودي مسألة مهمة جدا، إن عمر ما تلفظش مرة واحدة بأنه هو قال لها لا تخرجي، وده ده ضابط مهم جدا، ما قال لها مرة لا تخرجي إلى المسجد يعني، وهذا لأجل أن لا تتعلل امرأة بأن لو قال لها زوجها لا تخرجي إلى المسجد تقول أن عمر ما كان يمنع عاتكة. عمر ما قال أصلا لها لا تخرجي إلى المسجد، لكنه كان يكره ذلك ويتعلم ذلك غيرة رضي الله عنه. وأنا أكرر أن هذا ليس معناه أننا نقول للنساء ألا يخرجن بالمرة، ونقول للأزواج أن يمنعوا الأزواج الزوجات من الخروج. الدرس السابق كله تكلمنا عن مسألة حاجة المرأة إلى الخروج، ويعني بعض الأمثلة على ذلك ذكرناها في المرة السابقة. ولعل مما يدل على ما أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن، إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، لماذا؟ لأن هذا الذي يخاف منه الرجال أكثر، يخاف منه الرجال أكثر، وهذا لأن الليل مظنة عدم الأمان أكثر مثل النهار. فماذا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة شوارعنا وخصوصا في هذه الأيام؟ نسأل الله العفو والعافية. فهذه الأحاديث تدل على أمرين، الأمر الأول أن الزوج لا ينبغي له أن يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد، بل عليه أن يأذن لها في ذلك إذا رغبت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. والثاني أن على الزوجة أن تستأذن زوجها إذا أرادت الخروج. ومما يدل على ذلك على اشتراط إذن الزوجة حديث اللي احنا لسه قايلينه، إذا استأذنكم نساؤكم، وفي رواية إذا استأذنت المرأة أحدكم فليأذن إلى أن تذهب أو تأتي إلى المسجد فليأذن لها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
فإذا كان الاستئذان إلى المسجد إذن فما هو دون المسجد أولى. يعني إذا خرجت إلى زيارة مثلا أهلها أو زيارة مثلا بعض أقاربها أو نحو ذلك. ومما يدل أيضا على أن المرأة ينبغي عليها الاستئذان من زوجها عند إرادة الخروج استئذان عائشة رضي الله عنها من الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك بقولها: أتأذن لي في أن آتي أبوي؟ تعلمون قصة عائشة، ولما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بالأحداث والأمر حزنت حزنا شديدا، ثم قالت له يوما: أتأذن لي في أن آتي أبوي؟ تأذن لي في أن آتي أبوي؟ نعم. فهذا الحديث يؤخذ منه اشتراط استئذان الزوج عند خروج المرأة. قال ابن حجر: فيما يستفاد من هذا الحديث وفيه توقف خروج المرأة من بيتها على إذن زوجها ولو كانت إلى بيت أبويها. أي نعم. ثم هنا نذكر مسألة مهمة جدا، وهي: متى يجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها؟ مسألة في الحقيقة مهمة جدا. متى يجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها؟ هل هناك بعض الأحوال يجوز لها أن تخرج بالفعل بغير إذن زوجها؟ نعم، من هذه الأحوال. فنقول ذلك لماذا؟ لأن الأصل في المرأة ألا تخرج إلا بإذن زوجها، وأنها قارة في بيتها، وأنها قارة في بيتها. لكن هناك بعض الحالات مستثناة من هذا الأصل. من هذه الحالات حالات الضرورة، كأن يشب حريق في البيت يخشى منه عليها، أو تظهر في المبنى دلائل على أنه على وشك الانهيار، أو وجود أفعى في البيت أو نحو ذلك، كهجوم بعض الفساق على البيت إرادة للسوء، حتى حيث يكون البقاء في تلك الحالات انتظارا لاستئذان الزوج من باب الإلقاء باليد إلى التهلكة، وهو منهي عنه بنص القرآن. إن المرأة مثلا في مثل هذه الحالات ستخرج من البيت، هذا أمر يحمد لها أن تخرج، لأنها تحفظ نفسها وتحفظ عرضها وتحفظ يعني مالها أو نحو ذلك. فهذا في من الحالات التي يجوز لها أن تخرج بغير إذن الزوج. لكن هناك حالة أخرى، وهي الكثيرة جدلا بين الناس، أو هي التي كثر الجدال فيها بين الناس حتى اختلف علماء الإسلام فيها، وهي مسألة خروج المرأة لزيارة أبويها الكبيرين اللذان لا يقدران على زيارتها. لو كان للمرأة أبوان كبيران لا يستطيعان زيارة المرأة، وكان الأبوان في حاجة إلى خدمة المرأة خصوصا، إلى حاجة لخدمة المرأة، لا وليس عندهما من يخدمهما. أبوين كبار أو أحد الآباء أبوين كبيرا ولا يستطيع الزيارة لابنته، أو لا يستطيعان زيارة ابنتهما، ولهما حاجة إن هما ما عندهمش حد يخدمهم إلا هي. هل تخرج المرأة بغير إذن زوجها إذا منعها في ذلك؟ إذا قال لها لا تذهبي إلى الأبوين حتى ولو كانوا مرضى وليس عندهم من يخدمهم غيرك أنت؟ هذه في الحقيقة مسألة خلافية بين علماء الإسلام، فمنهم من أجاز ذلك، منهم من أجاز ذلك، لأن بر الوالدين واجب شرعا، وأن في ترك الأبوين إفساد، وأن في ترك الأبوين إفساد. فعند ذلك قال طائفة من أهل العلم بجواز خروج المرأة في مثل هذه الحال، أبوان كبيران
ليس عندهما من يخدمهما ويحتاجان إلى خدمة هذه المرأة أو البنت، ومنعها زوجها تخرج بغير إذن، فقال طائفة من العلماء تخرج، ومنع أيضا طائفة أخرى وهم الأكثر في الحقيقة، ومنع طائفة أخرى قالوا له ولو كان الأمر كذلك لا تخرج من بيت زوجها بغير إذنه. وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، أو قال ابن مفلح قبل ذلك، ويحرم خروج المرأة من بيت زوجها بلا إذنه إلا لضرورة أو واجب شرعي. لكن هذا الخروج اللي هو الضرورة الشرعية هي دي اللي فيها الخلاف بقى، من منع كمثل الحنابلة؟ قال ابن قدامة رحمه الله للزوج منعها من الخروج من منزله إلى ما لها منه بد، سواء أرادت زيارة والديها أو عيادتهما أو حضور جنازة أحدهما، أحد الأبوين مات فأرادت أن تخرج للجنازة، فبيقول الإمام ابن قدامة له أن يمنعها من ذلك. قال أحمد، أي الإمام أحمد، في امرأة لها زوج وأم مريضة، لها زوج ولها أم مريضة، قال طاعة زوجها أوجب عليها من أمها، طاعة زوجها أوجب عليها من أمها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل سألته المرأة يا رسول الله من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال زوجها. قالت ومن أعظم الناس حقا على الزوج؟ يظن بها يقول ليه العكس بقى، قالت من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال زوجها. قالت ومن أعظم الناس حقا على الزوج؟ قال أمه، أمه. فأعظم الناس حقا على المرأة هو زوجها. نعم. قال الإمام أحمد في امرأة لها زوج وأم مريضة، قال طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها، إلا أن الزوج يأذن لها. ولأن طاعة الزوج واجبة والعيادة غير واجبة، فلا يجوز ترك الواجب لما ليس بواجب، ولا يجوز لها الخروج إلا بإذنه. ولكن ينبغي على الزوج، ولكن لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهما، لأن في ذلك قطيعة لهما وحملا لزوجته على مخالفته، وقد أمر الله تعالى بالمعاشرة بالمعروف، وليس هذا من المعاشرة بالمعروف. ده كلام ابن قدامة اللي بيقول إنه ما ينبغي للزوج أن يمنعها، لأن هذا من سوء العشرة، فضلا عن أن هذا سيحملها على أن تخالفه، هيخليها تتجرع على أن تخالفه، أبوها بيموت ولا أبوها مريض ونحو ذلك، ويقول لها ما تروحيش تزوري أبوك، فهذا سيحملها على مخالفته، شعورها ومشاعرها تجاه الأب تغلبها في الغالب، فستخرج ربما وتعصيه. فلذلك الزوج لا ينبغي له أن يمنعها، لكن الزوجة الحقيقة لعل الأقرب أنها لا يجوز لها أن تخرج في مثل هذه الحال إلا بإذن الزوج تستأذنه، والزوج لا ينبغي له أن يمنعها من ذلك. من حالات الضرورة التي أيضا تجيز للمرأة الخروج من البيت بلا إذن، إذا وقعت بها نازلة واحتاجت إلى معرفة الحكم الشرعي، وقعت بها نازلة مشكلة ولابد تتحل حالا بحكم شرعي، ولم يكن زوجها ممن يقدر على جوابها أو نقل جواب أهل العلم لها، ما عندوش، مش عارف، الزوج ما يعرفش، ومسألة لابد أنها تعرف يعني حكمها الشرعي. على سبيل المثال مثلا كثير من الحوادث يحصل، مسألة طلاق بين زوجين وهو لا يسأل ولا عايز يسأل أحيانا العلماء أو أهل العلم، ولا يريد أن يجعلها تسأل، لا دي هي في الحالة دي ماذا سيكون الحال؟ ربما يكون الأمر طلاق، والطلاق ربما يكون في حال مثلا طلاق بائن، طلاق ثلاث نحو ذلك، ففي هذه الحال إذا لم يأتي له بالجواب تذهب إلى العلماء، هي تذهب هي إلى العلماء وتسأل العلماء عند ذلك. لكن هناك تنبيه يتعلق بحال الوقت والزمان الحالي،
إن كان الهاتف اليوم يمكن المرأة من أن تسأل فلا يجوز لها الخروج. إن كان التليفون حاليا يمكن لها السؤال من العلماء يبقى لا يجوز أن تخرج لهذه الضرورة أو هذه الحالة مثلا بغير إذن زوجها. لماذا؟ لأن التليفون هيكفي. أيضا من الضرورات التي يجوز خروج المرأة معها بغير إذن الزوج الخروج في حالة النفير العام، كأن يهجم الكفار على ديار الإسلام، فإنها تخرج ولو من غير إذن الزوج، ولو من غير إذن الزوج. لماذا؟ لأن هنا تحفظ هي نفسها وعرضها. أي نعم، يقول يعني بعض المالكية: إذا نزل الكفار دار الإسلام تعين على كل من أمكنه النصرة حتى العبيد والمرأة، ولا منع للسيد والزوج والولد. يعني لا يجوز للسيد أن يمنع العبد ولا الزوج يمنع الزوجة. إذا العدو داهم أرض المسلمين وفي خطورة على أن يعني تبقى المرأة في هذا المكان، لا، تخرج من هذا المكان. وأيضا ذكر بعض الأحناف: وإن هجم العدو على بلد وجب على جميع المسلمين الدفع، تخرج المرأة بغير إذن زوجها والعبد بغير إذن سيده. نعم. أيضا من يعني الأحوال التي تخرج فيها المرأة بغير إذن زوجها أن تعلم موافقة زوجها على الخروج بإذن مسبق أو عادة، بإذن مسبق أو عادة، زي أنها بتخرج تروح مثلا تشتري الطعام والشراب مثلا. أغلب الأزواج يأذن لها في ذلك، إن هي عارف أنها ممكن تخرج في أي وقت مثلا في اليوم تشتري مثلا بعض الطعام الشراب لأولادها مثلا، فهذا إذن عام في مثل هذه الأمور، لا يلزم معه كل مسألة بعينها أن تستأذن. أما إذا كان يكره ذلك وقال لها لابد أن تستأذنيني في كل أمر، خلاص يلزمها أن تفعل ذلك. ونختم بفوائد تتعلق بالحديث. أول هذه الفوائد: جواز خروج النساء إلى مسجد الجماعة. جواز خروج النساء إلى مسجد الجماعة يجوز، لأن عاتكة كانت تذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عمر ينهاها. أيضا من الفوائد: الأزواج ممنوعون من منع النساء من الخروج إلى المساجد، إنه لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى المسجد إذا كانت تريد الاندفاع بالدين والعلم. أيضا من الفوائد: لا تخرج المرأة إلى المسجد أو غيره إلا بإذن الزوج. كذلك سائر الأولياء، إن كانت المرأة غير متزوجة لابد أن تستأذن الولي، أب، أخ، نحو ذلك. أيضا كراهية الزوج لخروج زوجته إلى المسجد بدافع الغيرة من غير أن يمنعها لا حرج فيه. مهم أوي العبارة دي: من غير أن يمنعها لا حرج فيه. يعني ماذا؟ إنه هو بيكره أن تخرج للمسجد لكن ما صرح لها بأنه لا يريدها الخروج، لا يريد منها الخروج، خلاص يجوز لها أن تخرج طالما ما صرحش لها. لكن لو قال لها: لا أريد أن تخرجي، لا تخرج، مع التنبيه على ما سبق أنه لا ينبغي له أن يمنعها. إذا استأذنت المرأة زوجها للخروج إلى المسجد فلم يأذن لم يكن لها أن تخرج. هذه فائدة من فوائد الحديث. أيضا من الفوائد أن عمر رضي الله عنه كان وقافا عند حدود الشرع، وكان يغلب أحكام الشرع على رغبته وهواه رضي الله عنه. أيضا من الفوائد عدم نهي الزوج زوجته عما تفعله أو تقوله مع علمه به، يدل على موافقته عليه إذا لم يكن هناك مانع آخر. عدم نهي الزوج زوجته عما تفعله أو تقوله مع علمه به يدل على موافقته عليه. يعني لو في فائدة من الحديث، إن لو الزوجة بتفعل شيء
والزوج بيراها وبيسمعها بتفعل هذا الشيء، لكن ما ينهاها خلاص، يبقى ده دليل على ماذا؟ على موافقته. ما ينبغي له أن يقول لها بعد ذلك إزاي تعملي الشيء الفلاني، مش أنا نبهتك، أين التنبيه؟ هو ما قال ولا بيّن أنه لا يريد هذا الشيء. أيضا من هذه الفوائد، لا ينبغي للزوج أن يجبر زوجته على ما يراه أنه أفضل إذا كان الأمر يسع. الأمر يسع، يعني مسألة يسع فيها الخلاف، مثلا لو أن مثلا يعني الزوجة بترى مثلا مذهب في مسألة فقهية هي بتميل إلى هذا القول بخلاف قول الزوج، لا يلزمها ذلك إلا إذا تعلق بحق من حقوقه هو ربما. لكن مثلا على سبيل المثال مسألة مثلا مسألة الطهارة الأطفال مثلا، يعني أمر تحتك بالنساء، النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس فرجه فليتوضأ. المرأة مثلا إذا مست عورة طفلها مثلا هل يلزمها الوضوء أم لا؟ مسألة خلافية بين العلماء، فطائفة تقول بأنه يلزم وطائفة تقول لا يلزم إلا إذا كان بشهوة، وده الراجح. طب الزوج بيأخذ بقوله وهي بقول آخر، خلاص ما يلزمهاش لأنها مسألة فقهية تسع في هذه المسألة. فخلاصة القول أن المرأة يلزمها الإذن، أي يلزمها إذن الزوج أو الولي عند خروجها من بيتها في كل حال إلا مع الضرورات والاضطرارات على ما سبق، وذلك لأن الشرع يحفظ للمرأة كيانها وعرضها وحالها بقرارها في بيتها إلا ما كان فيه خير ونفع لها بخروجها، فإنه لابد فيه من إذن الزوج. نقف على ذلك إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى، وننتقل إلى الأسئلة.